حياكم الله مشاهدي القناة وطن، واهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الشارع العام. نتواصل وياكم على مدار ساعة من الوقت من مظاهرة اليوم للمطالبة بالدور الثالث. يعني الوزارة نطت الدور الثالث وبنفس اليوم لغت الدور الثالث، واليوم اكو مظاهرة للطلبة يطالبون من الوزارة بالدور الثالث. خلينا نتحدث وياهم ونشوف شنو المطالب مالتهم. خليكم ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مطلبكم دور الثالث. يعني اولا احنا مطالبنا دور ثالث للطلبة، إضافة إلى إعادة المرقني قيودهم إلى الدراسة في كافة المراحل الدراسية. يعني عندنا مطلبين، الدور الثالث وإعادة الطلبة المرقنة قيودهم إلى الدراسة. نعم. هاي هذا مطلبين. إضافة إلى إحنا نعقب ومعترضين أيضا على الفساد الإداري المستشري في الإدارات التابعة لوزارة التربية. شنو الفساد؟ احكي لنا شنو الفساد الموجود؟ مناصب المدير دا تنباع من قبل الوزارة، ودا يصير تعاون وتغطية للمدراء الفاسدين، إضافة إلى أنه التغطية دا تصير وتستر على الفاسدين، المدراء الفاسدين من قبل القائمين بالوزارة. نعم، هم اليوم ليش نطوا الدور الثالث ومن بعدها بنفس اليوم لغة؟ شنو السبب برأيك؟ لأنه ما عنده كلمة. وزير وبمنصب وما عندك كلمة، الرجال يلزم من كلمته. نعم، زين. هسه التربية اليوم كلها تتحدث عن مشاكل التربية وعن مشاكل التعليم بصورة عامة. إذا أخذوا يا عزيزي، نعم. وزارة التربية هي أكثر عدد بالدعاوى والشكاوى في المحاكم. نص الشعب مشتكي على وزارة التربية وعلى الخروقات القانونية والمخالفات القانونية. وأبسط مثال أضربه لكم، إنه وزارة التربية أعادت ألغت عطلة يوم السبت، في حين إنه القانون شرع بأن يكون يوم السبت عطلة رسمية. يعني هذا تعمم على كل المحافظات السبت دوام. نعم دوام، وهي مخالفة قانونية صريحة. أين هو الادعاء العام من مخالفات وزارة التربية؟ أين هو القضاة والقضاء من مخالفات وزير التربية؟ نعم، خل أسألك على مود التعليم الإلكتروني. ممكن الموجة هذه راح تخلي دوام يكون إلكتروني، شو راح نقدر نوصل المعلومة للطالب؟ شو راح تشوفين الدراسة على الإلكترونية؟ هل هي ناجحة؟ هل هي فاشلة؟ إذا صار دراسة إلكترونية للتوضيح. صراحة موضوع الدراسة الإلكترونية هو موضوع مستجد للشارع العراقي، فأي شيء مستجد للشارع العراقي وللطالب يحتاج إلى فترة زمنية حتى يأخذ اللانس والحد المتوازي والمتساوي للطالب وحتى يستوعب. نعم، خلال فترة الدراسة الإلكترونية التقيت بطلاب قالوا وصلوا الثالث ابتدائي وما يعرف يكتب اسمه. زين، هنا شلون نحل هذه المشاكل؟ خلي وزارة التربية التي بحاجة إلى تربية خلي تحلها. نعم، شكرا جزيلا. شكرا حبيبي، الله يساعدك. عيون شلونك؟ عيوني الله يسعدك. احكي لنا. احنا جايين على مود الدور الثالث. قبل يوم، نعم، نهاء، يعني نطول القرار. نطول القرار. نعم، مطينا، دفعنا فلوس. قبل يوم امتحان السبت يطيب الأربعاء العصر. زين، وين الداخل خصوصي؟ وين هالش؟ وين راح فلوسه داخل؟ هو وزير وما عنده. نعم، زين. هسه انا احكي لي، انتم مطالبكم بالدور الثالث. نعم، هسه كلها بدارس درسين ما يخالف. زين، الخصوصي ما عنده منين يجيب؟ راح من ابوك. زين، برايك ليش لغوا؟ يعني اذا هم نطوا القرار كوزاره ليش لغوا؟ يقولون من رئاس الوزاره هسه؟ رئاس الوزاره ايش دخلها؟ هو صاحب القرار اليوم. اليوم صاحب القرار هو متكفل. نعم، طاق قبل شهر الدور الثالث. لغا قبل يوم ما يصير هيك. ليس هنا. نعم. على المناصب مقابل الدراسه. نعم. زين، هسه عنا انتم هنا شلون تشوفون الدراسه بصوره عامه؟ يعني اليوم اغلب الطلاب يتجهون الى الخصوصي. يعني هسه بمشكله التعليم بالمدارس يعني هسه حاليا بي مشكله. شنو المشاكل احكي لي؟ مشكله مال كورونا عانينا منها شوي. نعم، وحاليا هسه شنو عم يرجعونه على الكتروني، ما يفيد. انتوا كطلاب تردون الدوام حضوري ولا الكتروني بصراحه؟ احنا حضوري، لان ابسط هيك ما شفتهم حاليا. نعم، ممكن اكو ناس بسيطه ما تقدر تشترك بالانترنت مع التليفونات هذه الحديثه، هذا هم يسبب مشاكل للناس الفقره. احنا نريد حضوري الدوام. نعم، ومطلبنا الدور الثالث هسه. نعم، شكرا لك. نعم، تفضل. احنا مطلبنا الدور الثالث. نعم، يعني حرمنا من امتحانات يوم واحد الجمعه، حرمنا من امتحانات ليش؟ على مود درس ودرسين. والله العظيم احنا داخلين معاهد 250، الواحد غير ما عنده منين يجيب.
حرمنا الامتحان ليش؟ انا عيد السنه وامتحانات ولازم تدرس، تدريس ماكو. احد طلع لكم من الوزاره؟ ما حد. يعني هسه والله والله صف ثالث اخوي ما يعرف يكتب اسمه. على الكتروني، موبايلات، وكل موبايل 350، زين الفقير منين يجيب؟ احنا نريد دوام حضوري، وريد مطلبنا دور ثالث، وهاي الشباب كيف ترجع تمتحن؟ ونعيد السنه، ليش حرام تعيد السنه؟ على مود الدرس والدرسين. والله يعني حرامات ظلمنا. هسه احنا ولده، مثل ولده احنا. يعني يحرمنا ليش يعيد السنه عمود الدرس؟ يعني برايكم ليش ما فكروا قبل أن تاخذون القرار؟ يعني افترض يكون التفكير ممكن اللي بثلاث دروس او اربعه او اللي الدرس واحد مشكله، يقول لك انا اعيد سنه على مدرس واحد. احنا شباب مظلومين. يا هسه ماخذ الشهاده الثالث روح غير دوله، تدريس ماكو، تعليم ماكو، بالعراق شيء ماكو، لا وظائف، لا تدريس، لا تعيين، لا ايش؟ يعني الشهادات. عندنا مشكله بالتعليم؟ طبعا. يعني هسه المشاكل؟ مشاكل ماكو تعليم زين. يعني هسه طالب ثالث ياخذ الشهاده يروح غير دوله. ليش؟ لان تدريس ماكو، تعليم ماكو. يا سامي اخوي قلت لك بصف الثالث ما اعرف اكتب اسمه، راح رجعه لاول ابتدائي عمود الحضور، اخذ شهادته اجهزها ورجعه للصف الاول ابتدائي. يعني حرام هيك، والله حرام، ظلمنا. نعم. مظلومين احنا. نعم. ومطلبنا دور ثالث. نعم. ان شاء الله يوصل صوتك ان شاء الله. نعم تفضل حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا مطلبنا الدور الثالث، انا ابني مخلي مدرس 250,000. اعطونا اول مره قالوا اكو دور ثالث، خليت ابني عند مدرس ب 250 الف. زين قبل الامتحانات بيوم يلغون الامتحانات، ما صاير هاي ترى، والله ما صاير. زين ليش تخلون مدرسين خصوصيين ما يعلمون؟ ما يعلمون، هي هاي السنه راحت، وين اكو دراسه؟ كلها كترون باليوم، بالاسبوع يوم ما يدرسون. نعم. اي نعم. خلص خلينا. نعم. مدرسين خصوصي ب 250 و300 قبل يوم من الامتحانات يلغون الامتحانات. نعم نعم. خلينا نحكي شويه، شلونك حبيبي؟ شلون الدراسه؟ احكي لي بالصف، تعامل المعلمين وياكم والمدرسين. واحد. نعم. دوام واحد بالاسبوع. دوام. شلون تشوف التعليم؟ التعليم المعلمين والمدرسين يعلموكم ويفهموكم زينين وياكم؟ مو سوى، اكو مدرسين زينين ومو زينين، ويعني هو يوم واحد الطالب شو يستوعب شو يدري. يعني كلها الكتروني، يعني يقزون هاي بس كتابة، يعني فهم ماكو. اليوم ما حد تريده يفتهم الطالب ايش يفتهم. نعم. اي جنته وزعوا الكتب لكم بداية العام الدراسي الجديد. ايه. هو طلاب اشتكوا بانه ماكو كتب متوفره. كلها اشترت، يعني وين الكتب؟ ليش الكتاب تشترون الكتاب؟ 25 30. نعم. الكتب انه يعني كلها اسعار من المكتبة وملزمات، نص الطلاب ملزمات كلها ياضي. زين وفر لكم كتب لو كلها مشترى؟ والله ما ادري، انا بعدنا هسه ما مداوم، يعني ما اعرف. نعم. مداوم. نعم نعم نعم. احنا نشكرك حبيبي. شكرا شكرا. السلام عليكم. حبيبي عليكم السلام. انا طالب صف ثالث. نعم. متوسط. انا الصبح اشتغل والعصر اروح اقرا، دخلت. نعم. بدرسين رياضيات. نعم. وانجليزي، ما حد اخذ 300,000، كل درس 150,000، والمدرسه اخذت 50,000 من يمني. احنا كل الطلاب نريد الدور الثالث يرجع. ما ليش ال 50؟ احنا العشر درجات، كل درس 25، العشر درجات وال 20 درجه احنا ما تفيدني. احنا درجاتنا كلها ثلاثينات وجوا، احنا العشر درجات ما تفيدني. احنا الطالب بالدور الثالث يرجع، حقنا هذا. احنا قالوا لنا اتفقوا ويانا دور ثالث يوم 27/11، امتحنا وشفنا اسمانا بالمدارس، رحنا القاعات وشفنا اسمانا بالمدارس. نعم. ثاني يوم جينا نريد نمتحن، قالوا والله نلغى الامتحانات، اخذوا فلوسكم. احنا ما تفيدنا الفلوس، احنا ما نريد فلوس، احنا نطالب الدور الثالث. يعني احنا قرينا وتعبنا واشتغلنا، يلا دخلنا خصوصي، احنا ما تفيدنا العشر درجات، احنا نطالب الدور الثالث. احنا مطالبتنا ومناشدتنا الوزير التربيه الدور الثالث، احنا العشر درجات ما تفيدنا. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا حبيبي. شكرا. شلونك حبيبي؟ نعم. مطلبكم اليوم الدور الثالث. الدور الثالث. نعم. من بعد الدور الثالث الكتب، الكتب ماكو، الكتب تروح لغير مرحلة، ما تحصل كتاب، تحصل لك كتاب يجوز تعبان. زين برايك هاي وزارة ايش كبرها، ايش عرضها؟ ما ايه. توفر كتب للطلاب؟ ما توفر. زين ليش متوفرة بالاسواق تشتريها وبالوزارة ما متوفرة؟ يبيعون الكتب كلها، بيع مبيوعة. احجينا بيش الكتاب؟ الكتاب هسه ينباع تقريبا مال المراحل المتوسطه ب 30 وجو. الكتاب الواحد. الكتاب الواحد. زين كم ماده عندكم؟ عندنا تقريبا 9 مواد الى 10. 9 مواد. الكتاب على 30. على 30 وحسب التزيد. بعد المواد هنا، من غير المواد هسه عندنا معمل اللي هو مال البصره. نعم. مال الكتب بتقريبا
3 طن يستورد للعراق، بس ماكو ما حد ياول فتح المعمل. وزير التربيه ما يرضى ياخذ منا كتب، لا احنا من الخارج ناخذ. ليش مو هذا معمل؟ ليش ما ياخذون برايك؟ ما ياخذون لان اكثريته فساد، فساد ياخذون من غير الدوله على مود يستفادون. يعني هسه هنا الطالب يضطر انه يشتري الكتب، يضطر الا يشتري كتب ماكو. يعني يجي طالب يريد يدرس ما يحصل له كتاب، اضطر وين يروح؟ للمدرس، لان المدرس هو ادى الماده كلها، يقرا الماده على حسب الاصول. هسه دور ماكو. زين هسه شلون اللي ما متمكن الطالب ما يقدر يشتري الكتب كلها حتى اذا اشترى نصها، البقيه شلون راح يقدر يدرس على الانترنت؟ مو ذيك الدراسه. احكينا الدراسه على الانترنت شلونها؟ والله تعب بالعراق خاصه النت، النت ضعيف كلش. هسه النت من يجي يريد يقرا ماكو، نت ضعيف لو تقريبا ساعه كامله لو يقرا محاضره، لو لا ساعه كامله. نعم فاي مشكله. وهسه ماكو دور لغور. يعني المدارس اللي تداومون بيها احكي لي عنها شلونها بالصيف وبالشتاء؟ مدارس تعبانه، يعني متوفر بيها كل الاحتياجات، مبرده ماكو، بنكه مكسره بس معلقين هيك، بنكه خلينا هيك بس للشكل، بنكه يعني مدرسه مبرده ما بيها، طالب شو يسوي؟ زين شلون هاي فتره الصيف؟ بالشتاء ممكن اوكي والله بالشتاء والله يتحمل، بس بالصيف كتله الحر هاي شو يسوي؟ كل صف كم طالب بي تقريبا؟ تقريبا فوق ال 40 طالب كل صف. كل رحله؟ نعم كل نعم. رحله تقريبا بيها 3 نفرات او 4 رحله الوحده. زين شلون تكتبون؟ شلون الطالب يقدر ياخذ راحته؟ والله حتى عكوا على القاع قاعدين، يعني شو نسوي؟ القاع قاعدين يقرون. الله شاهد. اكو بيكم طلاب قاعدين على القاع؟ اي والله اكو. زين هاي مدرسه؟ هاي المدارس انها مره صعبه كلها، ما عدد لك وحده، لا كلها. نعم. كل المدارس كلها هيك. انا اشكرك. شلونك حبيبي؟ احكي لنا على المدارس. والله المدارس تعبانه، مو مره زباله، تحس مو طالب، حاسه قاعد بشارع كله زباله وماكو اي نظافه، حانوت ماكو، حانوت واحد وتلقى اكثر. ماكو فراش بالمدرسه؟ يفترض يكون كل مدرسه بها فراش. والله فراش واحد وما يشتغل شغله صحيح، يعني اكثر الممرات بس الممر الرئيسي وال زين. بنكات مبردات مكيفات موجات، اوديك المدرسه لاي مدرسه تعجبك، الرصافه الثالثه خليكم يا فقط شكل. الوزير يعرف كل زين الرصافه الثالثه والمدارس كل شيء. يجوز ما يعرف، انت احكي لنا المشاكل. يجوز ما يعرف اكو بنكات معوجه ما تشتغل. بنكات معوجات، البام مفصول، بام مفصول يعني مكسور رسمي، الرحله مكسوره، يقعدون بها 3 طلاب والباقيين بالجام. الجام شنو وضع الجام؟ المشبك معوج يا جام، الجام شتاء صيف هاي. زين برايك ليش ما يطورون مدارس، يبنون مدارس جديده تكون مكيفه؟ مثل اكو استفاده. شنو هي الاستفاده برايك؟ استفاده عندهم، استفاده مو من الطالب. هسه طالب يطلع 25,000 مجرد يمتحن، ورا فتره يقول له لا ما تمتحن. نعم المدرس ايش قد ياخذ على الدرس الخصوصي؟ كل مدرس وحسب تدريسه، اكو من ال 50 يعني حسب المدرس كل كيف ينطى سعر؟ كل محد. اكو معاهد على مستوى تاخذ 100 وفوق، اكو معاهد لا مقرر ظرف الطلاب وماشي وياهم على الامر اللي مر به العراق. بصراحه نريد نحكي على المدرسين، احنا نريد نشوف شلون تدريسهم وياكم، التعامل وياكم، دا يدرسكم بالصوره الصحيحه لو اكو مشكله بالتدريس. احكينا الصراحه احنا ما نريد نظلم احد. صراحه الكادر التدريسي بالعراق بصوره رسميه مو زين الى درجه تدريس بهاي السنة خصوصاً 30 دقيقة يدخل، 10 دقائق يسكت الطلاب، 10 دقائق 20 دقيقة يشرح له نص موضوع، والطالب يقول له عيد، يقول له ما عنده وقت أنا أطلع، ويسكت الطالب. يعني قبل كان المعلم والمدرس يعيد أكثر من مرة لفهم الطالب، موجودة بعد حالياً يعيد الدرس أكثر من مرة حتى إذا كان مفتهمين؟ لا ما موجودة أبداً، مرة واحدة. أي أكو طالب ممكن يستحي يقول له عيد لي، بالتالي هو ما يفهم. هو من المدرس، هو اختصاص المدرس يقول له ما مفتهم عيد للموضوع. لا هي صارت بالعكس، تقول له استاذ عيد الموضوع، المدرس يقول له هاي مشكلتك ما تفتهم، روح اقرا بالبيت، اشتري لك مزمه، اقعد بالبيت، روح المدرس ادخل خصوصي. كان اكو رد هيجي من قبل المدرسين لكم؟ ردوكم هيجي؟ اكو كوادر روان، وكوادر موجودين بالرصافه الثالثه واكثر المدارس، لون الطلاب كذا تسالهم، الكوادر كلها بصوره رسميه هيك للموضوع. الله يعينكم، احنا نشكرك حبيبي. تفضل حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. اول شيء بالنسبه لذول اللي يقولون دور اول ودور ثاني ما نجحتوا، احنا هن اربع مواد صحيح، اربع مواد، بس بالنسبه للمدارس ما عنده فلوس يدخل خصوصي، ما مدرسين بالمدرسه شلون يريدون ينجح بيها؟ طبعا دور اول ودور ثاني ودور ثالث من حقنا هذا الشيء. وشو
اعطونا شو اسمه قالوا قرار دور ثالث احنا نقرا ونتعب بالاخير يلغي قبلها بيوم. ما احكي على المدرسين، تدريس ماكو، دوم يوم بالاسبوع ومرات ما يجون، يرسل لك على التليجرام هذا حاضر هيك شو تلحق تشتغل تقرا والله العظيم. يعني اليوم شلون العمليه التربويه والدراسه بالعراق؟ كلش تعبانه من تنظيف مدارس، من مدرسين، من كادر تدريسي، كل شيء ابد. يعني انا نشكرك حبيبي، شكرا. السلام عليكم. مشكلة الطلاب اليوم وأيضا الوزارة لحد الآن ماكو منها أي رد. لا اسمح لي، احنا عندنا مشكلة يعني شوية مختلفة عن بقية الطلاب. نعم تفضلي. احنا عندنا بناتنا وخواتنا موجودات بالصين، المدرسة العراقية الأهلية بالصين. اجى قرار يقول انه الطالب ما يمتحن بالصين، يداوم. على الدور الأول الوزير هو نفسه اتصل بالسفارة وعين الملحق هو المشرف يعني. فالمشرف راح وصل اللي هو الملحق للمدرسة على مود يكون هو المشرف على الامتحانات. الصبح الوزير يتصل واللجنة الامتحانية تلغي الامتحانات. دور الأول ساد الصفوف غير منتهي عفوا. لغي الامتحان، رجع الملحق، السفير اتصل قال له شلون يعني تلغون الامتحان؟ قال له خلاص الدور الأول انتهى. للصفوف الصف السادس العلمي والأدبي الأحياء والتطبيقي. لغى الامتحان. بالدور الثاني أخذنا موافقات قالوا لازم يجون يمتحنون بالعراق. نعم. قدموا للإميجريشن للإقامة الطلاب، ما طلع إلا رابع يوم الامتحان الإقامة. تعرف أنت بالصين لأنه لقاحات وأكثر انضباط يعني من عندنا وباقي الدول، إن هو المرض ظهر عندهم، يريدون يجون يمتحنون دور تكميلي هسه كل المواد ما يقبل. زين أنت مو أنت نفسك اللي لغيت الدور الأول؟ زين اسألوه أنتوا ليش لغى الدور الأول؟ خلي هيئة النزاهة تسأله. أناشد السيد مصطفى الكاظمي يدز على حميد مخلف يقول له للوزير انت ليش لغيت الامتحانات الدور الاول؟ واللجنه الامتحانيه اللي اسمها استاذ رياض يتصل على المدير يقول له احنا نلغي الامتحان الدور الاول بالصفوف المنتهيه. راح يتلقون الجواب عنده. وهل يا ترى وزير التربيه حاسب المذنب؟ ما حاسبت المذنب، انت حاسبت الطلاب وانا مستعده اواجهك وبالادله القاطعه. انت ليش لغيت الامتحان؟ تعرف ليش لغيت الامتحان الدور الاول؟ شنو السبب؟ انا عندي الدليل. شنو هو؟ هو يعرفه، اذا احكي تنقلب الدنيا. لا احكي لنا، احكي لنا. انا اشد مصطفى الكاظمي انه ينطي دور تكميلي للصف السادس الاعدادي، واحنا عندنا طلاب ترى عرب سوريين، يعني العرب السوريين منهارين هناك. ليش؟ شلون تمنعهم من حقهم انت بالدور الاول؟ انت اذا عندك احد مقصر من ضمن اللجنه او مدير عام فانت تحاسبه، مو تحاسب الطلاب، تسحب منهم الامتحان والمدير وغيره ولجنه الاشراف تبريهم. لا ما تبريهم. انا اشتكي بهيئه النزاهه، راح نشتكي وراح نشتهي. زين برايك هيئه النزاهه راح تشكيك وتاخذ الحقوق لو احنا عندنا الادله القاطعه انت ليش لغيت الامتحان؟ وانت تعرف كل زين ليش لغيت الامتحان وتدري، وانت تدري واحنا ندري والدليل موجود عندنا. واحنا ذا نروح لهيئه النزاهه والسيد مصطفى الكاظمي احنا اللي ننتصر. فاقول لك يا سياده الوزير انا ما اهدد، انطي دور، انتوا السبب سحبتوا الدور الاول من الطلاب، وانت تعرف ليش سحبتوا وما حاسبت المقصر، حاسبت الطلاب وسويتهم مذنبين. وكل طالب طبعا هم سنتين رايحه عليهم، لان انتوا تدرون كل الزين من صار بالصين صار ماكو امتحان، سحبوا منهم الامتحان ما يقدرون يطلعون، صار المرض عندهم بوهان. زين هسه راح يطلعون محضرين هم اقاماتهم، خاف يقول شلون يطلعون؟ لا حضروا اقاماتهم راح يطلعون يمتحنون اذا انطوهم دور تكميلي كل المواد. يعني يعتبر لهم دور ثاني. ليش يظلمون الطلاب؟ يعني يعتبر لهم دور ثاني مو دور اول، لان هو اصلا دور برايش اول. برايش ليش هذا الظلم للطلاب؟ يعني اهم شريحه يفترض ان تكون الدوله تعتني بيهم، تقدم لهم الدعم، الكتب، المدارس، تكون بصوره صحيحه، ليش هذا الظلم؟ هو كل دول العالم اكو نظام محاولات للطالب، الطالب من يوقع يساعدوه، اكو صناعي من بعد الثالث متوسط، اكو صناعي، اكو معاهد، نظام محاولات دور اول دور ثاني دور ثالث يحاولون وياه، الا بالعراق من يوقع الطالب يوقعوه بالزايد. ومن الطالب ينزل ويروح ينزل للشارع مثلا يشتغل او يروح ويا العصابات ياخذوه اربع رهاب يذبوه، ما يقولون احنا ما ساعدنا، احنا ما شدينا، اي احنا وصلنا لهالمواصل. بس بالعراق نظام محاولة يقول خلينا نرجع للدور الاول والدور الثاني. ليش تريد ترجع للنظام السابق دور اول ودور ثاني؟ ليش؟ يعني من 2014 اكو دور تكميلي، تحل العهد السابق يعني؟ ما اعرف، اسالوه شوفوا ليش ساحب دور الاول. نعم احنا نشكرك، شكرا جزيلا، وان شاء الله توصل الرساله. شكرا جزيلا، شكرا لك. حدثينا
نعم شكرا لك. شكرا. نعم تفضلوا شباب. استاذ حبيبي اول شيء هي هاي حرب حرب نفسيه، يعني انا طالب صف ثالث متوسط اقرا واطلع كفيلك الله عند دراجه بعدها ها رحت التزمت بها دروس خصوصيه، هو درس بس انجليزي ها التزمته ب 300,000 25 للمدرسه زين، انت انا محضر امور وعلى حسب الاصول نفس الليلة تلغي الامتحان ليش؟ زين يعني كان عندكم امل، كان عندكم امل بانه راح تمتحنون؟ اي نمتحن ودرستوا دخلتوا خصوصي؟ دخلنا خصوصي والله وعلى المدارس، المدارس هي يا يوم احنا ما داومنا هاي السنه كلها زين، والدور الثالث هو كل سنه اكو دور ثالث، ليش بهاي السنه ماكو؟ وانت اول مره انطيته ليش رجعت؟ تأملت الطلاب يعني ليش تأمل الطلاب والناب؟ هاي يسمونها حرب نفسيه والله. بس أكيد نفسيتكم تعبت والطالب يحتاج إلى راحة ويدرس من أجل ينجح، لكن اليوم الطالب العراقي هو يطلع يطالب بحقه ويتظاهر يعني هذا هم مشكلة. إيه بالله يعني هذا الولد بالناصرية اللي انتحر يعني هاي هذا كله بسببه، بسبب هو الوزير ليش؟ لأن هاي يسمونها حرب نفسية. أنت واعدتنا أول مرة كمان من البداية يقول يابا ماكو دور ثالث وخلص عمودين، كل من اللي يروح للثالث يكمل يرجع للثالث، اللي يروح يشوف له شغله خليه عندكم امل بالتالي لخوص. اللي يروح يشوف له شغله زين، انت لا قلت اكيد دور ثالث وخليتنا معلقين. احنا نطالب يعني من الوزير من سياده الوزير انه يرجع الدور الثالث لان الدور الثالث من حقنا. نعم نعم شكرا لك. وانا شكرا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. يابا احنا دخلنا دور اول بالامتحان صف الثالث، طب وين احنا؟ ما عندنا اساسيات ابد يعني، كل شيء مقرنا بالمدارس ظلوا كله الكتروني وعلى اليوتيوب وعلى المدرسين. قرأنا نجحنا بالثلاث دروس بقى هسه هذا الواحد نجحنا طلعنا بواحد، وهسه طلعنا بالدور الثاني هم بواحد طلعنا بالدور الثالث. احنا هسه بالدور تطيتنا دور ثالث عملت الطلاب رحنا سجلنا من دائرة 250 واحد دخلت معهد 25 اخذت من عندنا فلوس ما كنا ما نطي طبينا. انت ليش هسه قبل يوم تلغي امتحان؟ حسبي الله ونعم الوكيل كل من كان هذا السبب. نعم مطالبتنا الدور الثالث. نعم شكرا لك حبيبي. شكرا. السلام عليكم. شلونك؟ هلا وياك. هلا اني بس مع اولياء امور الطلبه الصف الثالث متوسط، يعني نطلب من سياده الوزير ان ينظر بعين الابوه والرحمه لطلابنا، وقبل كل شيء يعني هي الاهالي هم اللي تعبوا اكثر من الطلبه، يعني احنا صار بالسنه كلها دروس خصوصي، يعني تعرف انه المدرسه ماكو يعني دروس قله. نعم يوم ما كنا تحدثت بالدروس الخصوصي، ليش تدخلون الخصوصي؟ ليش تدخلون طالب بالخصوصي؟ ماكو تعليم حقيقي بالمدارس يقدر يفهم الطالب وينجح؟ لا قليل قليل كلش قليل، يعني اذا انت عندك يومين حضوري ويروح يعني كلها مواد مكدسه مواد صعبه، فنفطر انه درس خصوصي يعني ودنا نفطر يعني من قوتنا نخليها على الدروس الخصوصيه زين، وكل هذا زين. الدور الثاني ظلموهم ظلم، التصحيح كان ظلم بحق الطلبه، يعني هسه اذا تنظر للدرجات كلها مطيهم اياها بال30 يعني حتى العشر درجات هسه ما تفيدهم، وانا بالنسبه لي بنتي درس واحد يعني حرام، يعني كلها ساعات على الامتحان يجي يلغي هو بنفس اليوم اللي غبريت، شو السبب يعني ليش كوزاره وتنطي قرار تتراجع عن قرارها؟ احنا نطلب انه لا يزجون الطلبه بالامور السياسيه، انا يعني افكر ويعني اعتقد انه هاي كلها اشياء سياسيه بيناتهم يدفع الضحيه الطالب يدفعون يزجون الطلبه بهالامور، هاي نفسيتهم تعبت، يعني احنا صار سنه يعني احسب من التاسع ولحد هسه هاي كلها دروس، يعني يجي باخر لحظه زين امنتوا بالله اللغه زين، مهم صار لهم شهر بدأوا امتحانات يعني شي لحق يعني ضيعوا عليهم المشيتين، يعني هم الدور الثالث وهم دوامهم بالإعدادية زين. نعم. بيجي حال يعني شنو احنا موقفنا شنو؟ وبالتالي كل هذه المشاكل يتخرج وهم فرص تعيين اكيد ما راح تتوفر اعتيادي، بس احنا اللي علينا احنا كأولياء امور نوصلهم ويتخرجون وباقي على الله سبحانه وتعالى. نعم زين يوم برايش ليش اغلب الطلبة اليوم يلتجؤون الى المدارس الاهلية بدلا من الحكومي؟ طبعاً. يعني بنسبة جدا كبيرة طبعاً. شنو اكو خلل بالمشكلة بالتعليم طبعاً الحكومي؟ طبعا اكو خلل ابويا، طبعا اكو خلل، يعني انت تروح هسه المدارس الاهلية كصفوف كمحاضرات تجي للحكومي اقل صف ب 50-60 طالب زين، ويجي المدرس يطل المحاضرة ويطلع ما له شغلة زين، الاهلي حيتابعه
حيشوف امتحاناته. نعم، هسه الطلاب يتحدثون يقولون مو مثل قبل كان المدرس يعيد المادة أكثر من مرة، يطلع ويطلع بعد ما يعيد. طبعاً أنا هسه أنا يعني تربوية، أنا بالنسبة لي معلمة كنت، يعني ماكو هالأشياء هاي، يعني من نطلع من الصف إذا حدثنا عن قبل بصراحة عن شلون كان التعليم قبل. طبعاً يعني من نطلع من الصف إذا ما يكون الطالب هو حافظ المادة، يعني الطالب من يرجع البيت ما عنده ذاك الحمل على الأهل. وانت تعرفين أكو بعض الطلاب يستحي يقول أستاذ عيد لي، وبالتالي لازم المدرس هو من ذاته إلى كم مرة يعرف مستويات الطلبة. هسه الحمل كلي على أولياء الأمور، يعني يجيك الطالب هو وجنودته لازم تحضر له من الدروس كلها من الابتدائية والحد الإعدادية. زين، وهاي إذا شوف يعني هسه بكل الدول ماكو هيك شيء، ماكو هيك شيء. وإحنا بالنسبة إنهم كان يعني كان التعليم عندنا من يعني أحسن الدول، بقية الدول المجاورة للعراق تيجي تدرس هنا بالعراق. بالدرجة الأولى كان العراق، كان الدول كلها يجون يتخرجون من الكليات مالتنا. زين، ليش هسه احنا طلعوا؟ المشاكل السياسية تنعكس على الطلاب؟ طبعاً تنعكس، طبعاً تنعكس. وهاي يعني أكبر مثال، يعني ماكو هيجي وزارة، يعني ساعات ينلغي قرار كتابنا وكتابكم ومراكز امتحانية. ما نقول على الأشياء المادية اللي 25,000 وهاي فدوة، لكن حالات انتحار هم صارت. نفسية الطالب ونفسية الأولياء الأمور تعبنا، والله تعبنا. فإحنا ننظر يعني ونطالب أنه الدور الثالث هو من حق الصف الثالث، وأرجو أن إن شاء الله يلبون هذا الطلب. إن شاء الله يما احنا نشكرك جزيلا. شكرا. نعم حبيبي، كثالث متوسط مطلبنا واضح وصريح، اعطاء الدور الثالث. يعني البارحه ظاهرنا دخلنا المنسقين 2 ولد و2 نسوان. نعم، يدخل جوه يقول له اطلع برا، ماكو دور ثالث. يعني بشرفك ذره احساس، يعني انت مطرد مره، هو منسق جاي يقدم طلب، يعني هو تدخل هاي السنه ما درسنا خلف الله على التليفون والمدرسين خصوصين، وكل طالب ما يقل عن 1,400,000 المدرس، والفقرة 300 و400,000. يعني وأنا واحد من الناس خال واحد مدرس ب300، يعني ما يصير هيك. تدخل المدرسة تقرأ له كلمتين وتشرح له قصة حياتها ونضالها، يعني أنا شو أسوي بيجي غير تشرحي لي المدرس. يعني اليوم يحكي لكم عن أمورهم الشخصية بعيدا عن الدراسة. شحاليا أنا بيجي، أنا شحالي بيجي تغير الدرسين وتروحين، تنطين مادة وتروحين. هو هذا مطلبنا. آخر التصريحات الوزارة التربية قالت إنه المطلب إنه إلغاء الدور الثالث ليس من وزارة التربية، إحنا جاهزين، إنما من مجلس الوزراء. هم شنو تبروا؟ تبروا من هالموضوع. لا، هذا أنت قايتها يوم 3/11، وكل الطلاب شدت العزم وراحت يوم مدرسين خصوصيين وراحوا يغرقوا. صدرت الأمر يوم الجمعة، ليش؟ يعني يوم جمعة ويوم عطلة، والطلاب يعني شايف آية على قولة أكو كاتب يقول فتحنا الفتوحات الإسلامية ولن نسأل عن جروح الفتوحات ولا شهداء الفتوحات ولا العوائل اليتامى. هذا طال أمر وخلى الناس تنتحر، واحد بالموصل واحد بالناصرية، الناس متأزمة. البارحة نسوان هنا بالشارع، يعني شوية استحوا. احنا نطالب حتى لو من مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، نطالبه برجاع الدور الثالث. انت مصطفى الكاظم ابو الفقراء ومشهودت لك، نطالبك برجاع الدور الثالث. هذا مطلبنا، والبارحة مظاهرين، واليوم ان شاء الله باكر. شكرا جزيلا حبيبي. نعم، احنا باكر بالشارع. لا احنا مطلبنا واضح، هو اعطاء الدور الثالث. يعني حسب تصريح وزير التربية المنطقة قبل شهر موجود الدور الثالث، وكيل الوزارة فلاح القيسي أنثى دور ثالث. نعم حد ولغى الدور الثالث من سنة تجي. يعني شنو الفرق هاي السنة عن السنة المضت؟ هناك انطوهم دور ثالث مع العلم نص المادة امتحنوا بيها، هنا مادة كاملة بدون لا تدريس، كلها انتساب، كلها إلكتروني. يعني ليش وزارة التربية؟ ليش انت رئيس الوزراء هسه؟ يعني اليوم التربيه تقول مو يمنا يم اللي رئيس الوزراء، هسه يعني رئيس الوزراء عندك هو رئيس الوزراء، ما يفرق عن وزير التربيه، كلهم اباء هالطلاب. الاب يعني يساعد ابنه، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ردوا لهم الاسئله. نعم الله ونعم الوكيل. ابني هذا بالدور الاول امتحن
امتحن بالانجليزي ووقفوا عليهم مدرسين ردوا لهم الاسئله كلها غلط. نعم. والله هو مجاوب يقول له امسح هذا الجواب هذا غلط، وهو دارس وهاي يقول له امسح هذا الجواب، هذا الجواب الصح هذا، ويردون لهم الاسئله كلها غلط. جايبين مدرسين وموقفينهم عليهم لا يعرفون اللغه الانجليزي لا، ويردون للطلاب غلط على عمد رسبوهم. نسبه عندنا يعني 90% بكرخ الثالثه راسبه بالانجليزي. نعم بشرطه. واول المعترضين ابو الكرخ الثالثه، مدير الامتحانات ابو الكرخ الثالثه هو المعترض على الامتحان الدور الثالث. نعم. كاظم علياوي هو جيران يمنا، واول ما اعترض هو قال له ابنك شلون نجح، هو بصف ابني اكسل طالب بالصف ابنه، والله العظيم اكسل طالب بالصف وابنه نجح، هو مدير امتحانات الكرخ الثالثه ابنه كسلان بشكل. نعم. ونجح. نعم. قل له شلون نجح ابنك من اعترضت على الامتحانات؟ ليش اعترضت انت اول واحد معترض على الامتحانات الدور الثالث؟ شنو ضارتك الامتحانات الدور الثالث؟ تمام. احنا طينا فلوس ودرسنا ولدنا، ابني هذا بابتدائيه كلها مدرسه خصوصيه مخلي، والله السنه 1.5 مليون سطي بالابتدائيه من الصف الاول للسادس هو بيدرس بالابتدائي مدرسه اهليه، يعني المدارس الاهليه بالسنه 1.5 مليون. اي أيوة والله العظيم اطب 1.5 مليون بالسنه لما نتخرج للمتوسطه للثالث هسه، وابني مجتهد حيل يعني طالب مجتهد. نعم. دمروا حياته، شنو لا ياكل لا يشرب، والله صار له 3 ايام اليوم نفسيه الطلاب كلهم متحدثه كلها تعبانه، والله العظيم يعني نفسيته حيل تعبانه بالبيت، لا ياكل لا يشرب لا هاي، يعني يفكر 24 ساعه لازم التليفون ويتابع باي الاخبار مال. نعم نعم تفضل. العام بكورونا نجحوا ما يقارب 160 الف طالب بدون لا يقولون لا راحوا للامتحان، العام نجحوا كلهم عبور، انه احنا هسه ليش انت جاي هسه احنا ما يقارب 160 الف طالب هسه احنا اللغه دور الثالث، انت 160 الف اب 160 الف ام انت قهرتهم وما هذا الانجلاط هذا النقار هذا هذا ما يصير، احنا من مشيتنا على الدور الثالث ان شاء الله وننظر انا ننظر الابويه ورحم الله والديك. نعم. مشكور عليك شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد شاد عندنا هنا موقف طبوا 2 3 للوزير، قال له السلام عليكم، قال له عدل حكي وياك، طرده، قال له السلام عليكم طرده، قال له لا عدل ممثلين. إيه؟ ممثلين. نعم. هنا نعم نحن نطالب من التربيه، يعني الوزير ما استقبلهم ما استقبل، هو فات يمي الباب قال له عدل حكي وياك. نعم. يحكي وياك ما ادري شلون، ولا عبالك وزير محترم وجاي تجي ناس. نعم. نحن نطالب من وزاره التربيه قرار 10 درجات الصف الثالث متوسط والسادس اعدادي. نعم نعم. ودور ثالث لهم سناتهم. نعم. لان اولا ذيك السنه ما دخلنا مدارس بسبب وباء كورونا. ثانيا عدم وجود التعليم الالكتروني فاشل. فاشل بلجنه الامتحانات التصحيح كله ظلم بظلم، الطب تعترض تجيك نفس الدرجه او مطابق، اكو بعض المدارس اصلا ما تصل مثل الرصافه الثانيه بها 52 مدرسه. طلع منها بس 6 مدارس وثاني 6 مدارس كلهم مكررة. أول مرة أسمع بهيك مدارس ثانية، أم القرى، أم زيد، سعد أبي وقاص، أول مرة أسمع هيك بالرصافة الثانية. درجاتنا هاي أنا معترض بأربعة، 52 أنا وعد 2 أنا واقع بيهن. أربعة ما أجن. طبيت امتحان دور الثاني، نجحت برياضة بقدرس 1 الإنجليزي 41. وأنا جوابي 100% مجاوب أدربي. تجي معي 41، التصحيح كله ظلم مالتهم، على أي أساس؟ هسه جاي الدور الثالث. اسمع هاي الوزير التربية اول مره اشوف قرار بحياتي يتخذ يوم الجمعه، هاي اي قرار يوم الجمعه يتخذ؟ طب لي يقول والله هاي اكو جهات من الدخله، يا بي هاي يا جهات من الدخله، يقول ما اقدر اقول لك، يقول ذاك يا وزير كاظم. الوزير ما يعرف الجهات. احنا نشكرك حبيبي، شكرا جزيلا. ان شاء الله وصلت الرساله. اذا احبتي المشاهدين استمعنا الى مطالب الطلبه ومطالبتهم بالدور الثالث. فعلا اليوم النفسيه الطلاب جدا تعبانه، وايضا اغلب الطلاب ممكن على درس واحد وعلى درجات بسيطه راح يعد السنه. سياده الوزير من دخلوا لك الممثلين على حساب ما ذكروا الطلاب هنا ما استقبلتهم، يفترض ان يكون اي موظف وزير او اي موظف بالوزاره يستقبل الممثلين ويتحدث وياهم، مو يطردهم خارج الوزاره. اذا احبتي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، مع السلامة.